مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصلة. البحث العلمي يمكن مصطلح في مصر خاصة بينظروا لي البعض إنه هو خاص بفئة معينة وإنه هو يمكن حاجة مش ملهاش أولوية قوي أو رفاهية، ولكن في عالم العلم أو في وسط العلماء البحث العلمي من الأشياء المهمة جدا، مش بس في مصر لا ده في العالم، ويمكن العالم بيخصص دايما في ميزانياته جزء كبير جدا للبحث العلمي نظرا للأهمية الكبيرة اللي بتنعكس على المجتمع. يمكن إحنا في مصر بننظر لها بنظرة مختلفة، وده كمان بان قوي في الدستور لما قال ان 1% فقط تخصص لازم في ميزانية الدولة كل عام تكون 1%، ودي طبعا رقم مقارنة بالارقام اللي احنا ممكن نكون بالفعل على ارض الواقع محتاجينها رقم ضئيل جدا، ولكن الدولة دايما بتكون حاطة اولويات مهمة جدا للتعامل مع في الميزانية، ولكن البحث العلمي اصبح ياخد اهتمام كبير من الدولة في الفترة الاخيرة. طبعا شفنا ان البحث العلمي مش مجرد تجارب بتتم وخلاص، لا الموضوع طلع ان هو ليه ابعاد مهمه جدا، ابعاد اقتصاديه، ابعاد اجتماعيه، ابعاد صحيه. الموضوع ان احنا ممكن من خلال بحث علمي او ابتكار نوفر ملايين او مليارات للدوله من خلال ان احنا نبتكر نوع طب في دواء معين في الطب، ممكن في زراعه، في النباتات، في البيئه النظيفه. اذا الموضوع مش مجرد ان احنا بنعمل تجارب وخلاص، لا ان الاختراعات والابتكارات اللي بتخرج من مشروعات البحث العلمي بتنعكس على كل مجالاتنا. وده يمكن اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه في مستهل هذا العام مع رئيس الوزراء وايضا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد وقرر بشكل اساسي على اهميه ان احنا نولي اهميه كبيره للبحث العلمي، وازاي ان احنا نطوعه لخدمه اولوياتنا في المجتمع. زي ما ذكرت لحضراتكم ان هو البحث العلمي ممكن يفيد كل مجالات حياتنا ويسهل حياتنا بشكل كبير. ده اللي احنا هنناقشه مع حضراتكم النهارده في حلقتنا من همزة وصل، وطبعا ننتظر مشاركات حضراتكم معانا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك. ولكن اسمحوا لي قبل ما ابدا مع المتخصصين هنبدا نروح نشوف هذا الفاصل المعلوماتي عن البحث العلمي واهميته واستخداماته وازاي ممكن نستفيد منه في مصر، ونرجع مع حضراتكم سريعا نبدا النقاش.
طيب زي ما شفنا في هذا الفاصل المعلوماتي يمكن تحدث بشكل أكبر على الدور اللي هتقوم به وزارة البحث العلمي في الاهتمام وإعطاء أولوية للبحث العلمي وللمبتكرين والباحثين وإزاي هيتم تدريبهم وما إلى ذلك. ولكن إحنا حابين كمان نتكلم في حلقتنا عن إحنا كمواطنين نعرف إزاي قيمة البحث العلمي، إزاي هينعكس تطبيقه على مناحي حياتنا كلها، إن هو يسهل لنا الحياة، إن هو يعظم من اقتصادنا. كل هذه الجوانب مهم جدا إن إحنا كمواطنين عاديين إن إحنا نكون مدركينها بشكل كبير. يمكن شفنا بعض الجمعيات أو بعض الدعوات للتبرع للابتكار أو للبحث العلمي، يمكن ما بتلقاش الزخم اللي بيكون دعوة لأي مجال تاني أو التبرع لأي مجال تاني أو مشاركة في أي مجال تاني. ده ليه؟ لأن إحنا مش مؤمنين أو ما عندناش ثقافة إن البحث العلمي وأهميته إزاي هتنعكس على حياتنا. وده هنحاول من خلال حلقتنا إن إحنا نرفع هذا الوعي أهمية البحث العلمي عشان أنا وحضرتك نستفيد منه بشكل مباشر. خلونا قبل ما أبدأ برضو مع المتخصصين اللي هيقولونا كل هذه الخطوات إزاي، نروح نشوف آراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج، وهنروح ليها للزميلة حنان عاطف في غرفة المتابعة. مساء الخير حنان. مساء الخير ميرفت، مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحديدا موقع همزة تواصل عبر فضاء الانترنت هو همزة تواصل اي جي لمن يريد التواصل معنا. الحقيقة جات لنا عدد كبير جدا من المشاركات وكمان وجهة نظر حضراتكم وتعليقاتكم وآرائكم عن سؤال حلقتنا النهاردة. على طول هبدأ مع صديقنا في همزة تواصل الأستاذ أيمن رمضان الأنصاري، بيقول لنا في رسالته من الطبيعي أنه البحث العلمي يكون مرتبط باحتياجات المجتمع لأنه الحاجة هي أم الاختراع، وما يحتاجه الإنسان هو آلية للمواطن أيا كان، ولازم نوفر حلول بديلة، والرقي والتقدم بيجي بالبحث العلمي والبحث حول المستقبل أو بمعنى أصح توقع الحدث قبل وقوعه. بالفكر ده مع تواجد إمكانيات لازمة مع العمل بجهد وإخلاص هنعبر ونسبح وقتها للفضاء، لأنه ده أساس النهضة وأساس الاقتصاد الدولي المميز، والعمل على أرض الواقع والبنية التحتية تتطلب العمل بجهد وإخلاص، لأنه مصر برجالها المخلصين فوق الجميع، وتحيا جمهورية مصر العربية والحمد لله. طب خلينا نروح لمشاركة كمان جات لنا من الأستاذ عاطف السيد، بيقول لنا من يغفل عن أهمية البحث العلمي ياريت نشوف ولاد مصر في الخارج، وطبعا يجوا يدربوا ولادنا في الداخل. خلينا نروح كمان لأستاذ صلاح خلف، عنده وجهة نظر في سؤال حلقتنا النهاردة، بيقول فيها الأبحاث هي همزة الوصل الخاصة بالمجتمع، بل أساس تطور المجتمع وسبب نجاح كتير جدا من المشاريع الاجتماعية. نروح لأستاذ محمود الضوي، بيشاركنا برأيه، بيقول لنا أنا شايف في خطوات للسعي لربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع محاطة بالتطور العالمي اللي هو العولمة، واستخدامات من حيث انتهى الآخرون بتقنية المعلومات الإلكترونية والتحكم عن قرب وعن بعد في شتى المجالات. هو ده التعليم الافتراضي، التعليم الإلكتروني. الفضاء الإلكتروني أصبح قرية صغيرة، أصبحت الكرة الأرضية مرتبطة بشبكات المعلومات العنكبوتية بكل اللغات أول بأول، وتوفير بنك معلومات قومي. لازم نبني إنسان مصري بمعرفة حديثة واستمرارية وتطوير وإبداع وتأمل كما فعل أسلفنا من القدماء المصريون من بناء وتعمير وأسرار، فلا نخشى من أي شيء. إحنا عندنا الذكاء، عندنا القوة، مع العلم أنه مصر أول من ابتكر علوم الفلك والطب والهندسة وألهمت العالم كله نفس الأدوات وحولتها لأدوات إلكترونية. طيب مشاهدينا، يمكن دي بعض أفكار حضراتكم، بعض آرائكم ووجهات نظركم. بالطبع أنا هنا من داخل الغرفة المتابعة الإلكترونية أنتظركم على مدار الحلقة مزيد من المشاركات والآراء. أعود وأذكركم من جديد بموقع همزة وصل عبر فضاء الإنترنت هو همزة وصل إي جي. اسمحوا لي أن أعود من جديد لزميلتي ميرفت لاستكمال النقاش مع المختصين والمحللين عبر الاتصالات الهاتفية. إليك ميرفت. شكرا حنان، وشكرا للمشاركات اللي طبعا أكدت على أهمية البحث العلمي، وتطرقوا كمان لأن إحنا سفراءنا في الخارج المتفوقين جدا في مجال البحث العلمي وأصبحوا ليهم أسماء كبيرة جدا دوليا وعالميا. طبعا إحنا في مصر لو تبنينا هذه العقول
مش هتكون عقول مهاجرة مرة تانية، بالعكس هنكون إحنا المستفيدين الأول بيها وبكل قدرتها وقدرتها على الابتكار. خلونا نبدأ سريعا مع ضيوفي اللي معايا عبر الهاتف. هيكون معايا الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، وأيضا هيكون معايا الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا. أبدأ بالدكتور ياسر. دكتور ياسر تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. يمكن سيادة الرئيس مع مطلع هذا العام عقد لقاء مع رئيس الوزراء وايضا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتشديد على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي وتوجيهه لاحتياجات لتطويره لاحتياجات المجتمع. هيك شايف أهم الخطوات اللي تتخذها الوزارة لتلبية هذا القرار وانعكاسه كمان على المجتمع؟ اولا انا برحب بحضراتكم وبقول ان طبعا البحث العلمي انا سعدت جدا بالمداخلات اللي كانت موجوده من قبل كده اهوت اللي بتتكلم على اهميه البحث العلمي. احنا بنتكلم ان البحث العلمي اللي ملهوش دور في التنميه الاقتصاديه والتنميه المجتمعيه يبقى ملهوش لازمه. وفي اطار كده الدوله اهتمت انها تحط استراتيجيه للبحث العلمي اطلق عليها الاستراتيجيه القوميه للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030. الاستراتيجية كان فيها مسارين. المسار الأولاني اللي هو تهيئة بيئة مشجعة للابتكار، وده بيختص به الوزارة وبتختص به الجهات المنحة اللي بتمول البحث العلمي. تمام. المسار الثاني وده اللي يمكن يهمنا إنتاج المعرفة ونقل وتوصيل التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. ابتدت تتعرف بعض الاحتياجات الهامة للمجتمع المصري من التكنولوجيات اللي احنا محتاجينها. نعم. زي احتياجاتنا في الطاقه، في المياه، الصحه، الزراعه، الغذاء. يعني لا اخفي ان احنا طبعا مثلا في مجال الطاقه احنا محتاجين رفع لكفاءه منظومه الطاقه في مصر وزياده الاعتماد على الموارد المحليه، تعظيم الاستفاده من التكنولوجيات الجديده لطاقه الطاقه الشمسيه وتكنولوجيا الرياح ومن الأجهزة. عندنا برضو المياه، بنحتاج من أهدافنا استكشاف واستخدام المياه الجوفية واستخدام وتخزين مياه الأمطار، ترشيد استخدام تكنولوجيات لترشيد المياه وتطوير تكنولوجيات لتحلية المياه. ويمكن أحب أقول إن مصر في تحلية المياه ترتيبها الثامن على العالم. يعني الرقم ده انا احب اقوله مهم جدا، لان احنا يعني مصر هي في التكنولوجيا المستخدمه لتحليه المياه تحتل المركز الثامن. تحتل المركز الثامن، وده مركز يعتبر متقدم جدا طبعا. جدا ده المركز ده تحتله من سنه 2013، ده من مجمل الاعمال من 2013 تمام. ل 2018. طبعا عندنا برضو محاور اخرى زي الصحه، محتاج تطوير لل منظومة الصحية للارتقاء بصحة ورفاهية المواطن. تمام. أنا في النقطة دي حابة خليك توضح للمشاهد العادي إزاي أنا كمواطن هستفيد لما هدعم البحث العلمي، ده هينعكس عليا إزاي في مجال الصحة؟ تمام. يعني هو طبعا دعم البحث العلمي في المجال الصحة بيعود عليه بدواء. يعني احنا بنتكلم اختراع الماده او البحث اختراع الماده، الوصول لدواء، الوصول لتشخيص سريع للامراض، ده برضو بيبقى مردود سريع. احنا نعوز جدا جدا في مصر امتلاك تكنولوجيات قوميه. تمام. تبقى عندنا التكنولوجيا بتاعتنا زي ما غيرنا عنده تكنولوجيا بيسوقها ويباعها ويكسب فيها ويخش له اموال، احنا كمان عايزين الجنيه المصري بتاعنا يبقى له قيمة عالية نتيجة التكنولوجيات اللي احنا بنطلع بيها فالعالم يشتريها مننا. طب انا هستأذن حضرتك تبقى معي عشان النقطة دي برضو عايزة اتواصل معاك فيها دكتور ياسر، واروح للدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي سابقا. دكتورة نادية تحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم. اهلا بك يا فندم. يعني طبعا دكتور ياسر طبعا يا فندم. حضرتك يعني اثناء يعني ترأسك لوزاره البحث العلمي اكيد كان هناك عدد من المعوقات اللي كانت بتعوق فكره التوسع في البحث العلمي ودعمه بشكل كبير. اهم هذه المعوقات وحضرتك كنت شايفه ازاي ان احنا قدرنا بعد كده ان احنا نتخطى هذه العقبات؟
الحقيقة دايما الناس بتتكلم على الميزانية، لكن الميزانية مش هي العائق الأكبر. العائق الأكبر هو تطبيق البحث العلمي واستفادة المجتمع مما يخرج من البحث العلمي. في حاجات كتير الحقيقة بتساعد دلوقتي على أن البحث العلمي يطبق، اللي هي زي المعارض بتاعة البروتوتايب أو النماذج الأولية، زي ساينس بارك اللي هي زي وادي التكنولوجيا، وازاي يكون في حد بيعمل ماركتينج او بيعمل تسويق ودراسه جدوى للبحث العلمي والسوق محتاج ايه، زي القانون الجديد اللي هو بيسمح للجامعات والمعاهد البحثيه والمراكز البحثيه انها يكون عندها شركات لتطبيق هذه الابحاث، التواصل ما بين البحثين يعني. مش كرعاء، الباحث من حقه انه يعمل او الجامعة من حقها انها تعمل مشروع يطبق الابحاث اللي هي بتعملها. كل دي حاجات بتدعم البحث العلمي، زي القوانين اللي هي موضوع دلوقتي، مشاريع القوانين لحيوانات التجارب وللتجارب السريرية اللي هي بتسمح ان احنا نعمل الادوية بتاعتنا، كل دي بتساهم في ان البحث العلمي فعلا يكون في مصلحة المجتمع. تمام، يعني دي كانت من ابرز المعوقات. حضرتك شايفة ازاي ممكن نتفاداها باقل امكانيات؟ يعني احنا برضو لازم نتكلم ان احنا في امكانيات محددة في الميزانية المخصصة للبحث العلمي، ازاي ممكن كمان بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص ان احنا ممكن نتغلب على او نتحايل على هذه العقبات؟ ده بالتأكيد، بس قبل ما أقول المجتمع المدني أنا أقول المجتمع العلمي. مش لازم يكون عندي كل الأجهزة موجودة في كل مكان. تمام. لازم يكون في معامل مركزية، لازم يكون في شبكة كل واحد يقدر يخش عليها، شبكة إنترنت يعرف البحث ده اتعمل ما كررهوش. أما بقى بالنسبة للمجتمع الظهور، فالمجتمع الحقيقة لازم يكون في تواصل ما بين الباحثين وما بين المنتجين ورجال الأعمال، لأن الثقة مفقودة بين رجال الأعمال والمنتجين والباحثين. قليل قوي من رجال الأعمال اللي بيستفيد من البحث العلمي. وعايز أقولك أن رجل الأعمال اللي بيستفيد من البحث العلمي فعلا بيوصل إلى العالمية، لأن أنا لو عايزة صناعة تكون على مستوى يحترم وأقدر أصدر أو أقدر أمنع أو أقلل الاستيراد من منتج معين، فأنا لو استفدت من البحث العلمي هقدر إن أنا أنهض بالمنتج بتاعي. تمام، يمكن حضرتك بتتكلمي في نفس النقطة اللي كان دكتور ياسر بيتكلم فيها. دكتور ياسر، حضرتك كنت بتتحدث عن فكرة العائد الاقتصادي من الابتكار ومن البحث العلمي، وبرضه دكتورة نادية أكدت على هذه النقطة. حضرتك شايف إن ده إزاي ممكن نهتم بيه في الفترة القادمة، وإزاي ده ينعكس، وزي ما شفنا سيادة الرئيس افتتح عدد من المشروعات وشفنا الصوب الزراعية إزاي استفدنا فيها برضه، حضرتك ممكن تشرح لنا إزاي ممكن نعظم الاستفادة من البحث العلمي خاصة في مجالات المباشرة مع المجتمع، الزراعة، الصحة، التعليم وما إلى ذلك؟ والله هو ده مش هيتم إلا بالتعاون المباشر ما بين رجال الصناعة أو المستثمرين مع مخرجات البحث العلمي، وده يمكن بيدخله زي مع معالي الوزيرة من شوية أشارت إن في قانون اسمه قانون حوافز الابتكار رقم 23 سنة 2018 اللي بيتيح إنشاء شركات وعمل حاضنات تكنولوجية. طبعا إنشاء الشركات مش هيكون إلا لازم نحط بعض الحوافز للمستثمرين علشان تخش في شراكات مع مؤسسات وهيئات التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. وده اتحقق ببعض الإعفاءات في الجمارك، حتى ايفن التبرعات اللي بتطلع من الأفراد أو من الشركات من مستثمرين بتخصم من الوعاء الضريبي لمقدم هذا التبرع، وبترجع مردودها مباشر عليه. يعني هو بيتبرع بجزء من الأموال بتاعته المفروض كانت هتروح للضرائب، بيتبرع بيها لصالح البحث العلمي لشيء يخص مصنعه أو يخص التجارة بتاعته، بحيث إن هو يعملها ديفلوبمنت أو تحسين. تمام. أعتقد دي طريقة هايلة للاستثمار. أتمنى إن بعد شهور هي دي لسه مطبقة مؤخراً؟ حضرتك القانون ده صدر في إبريل 2018،
اللائحة التنفيذية يعني على وشك الصدور، يعني يمكن في خلال شهر ولا حاجة تكون بإذن الله صدرت اللائحة التنفيذية، نبتدي نقدر هنشوف بقى الشركات بتطلع من الجامعات ومن المراكز البحثية، الشركات دي هتكون بتتنافس. أنا مش شايف إن إحنا بالضرورة تكون كل الشركات بتكنولوجيات عالية، بالعكس إحنا لو في تكنولوجيات بسيطة ونخش في صناعات بسيطة تحسن المناخ العام للصناعة جوه مصر، أعتقد هي دي ده اللي هيكون النجاح، وده اللي هيفتح أبواب التصدير من جوه مصر لبره ويدخل عملة صعبة كويسة جدا. نعم هسه تبقى معي دكتور ياسر، اروح للدكتوره ناديه زخاري. دكتوره ناديه، يعني طبعا البحث العلمي بيتناول مجالات عديده، ويمكن احنا في الفتره الاخيره كان مجالات النانو تكنولوجي في مصر بدا الاهتمام بيها، حضرتك شايفه الى اي مدى قدرنا ان احنا نستفيد من هذه التكنولوجيا في مصر ونطورها ونطوعها ايضا لخدمه المجتمع؟ بالتأكيد في أبحاث كتير جدا جدا ناتجة عن النانو تكنولوجي، سواء في تنقية المياه، سواء في المواد البنى الزجاج اللي هي حضرتك عارفة أن الواجهة بتاعت المباني دلوقتي أصبحت زجاج، ففي تقنية أن هذا الزجاج ينظف نفسه بالنانو تكنولوجي، في العلاج بالذهب، لكن ده لسه تحت التجارب اللي هي قبل الإكلينيكية اللي هي على حيوانات التجارب، ففي حاجات كتير، أو في الزراعة في تقنيات كتير جدا استفادت من النانو تكنولوجي. بس أنا عايزة أضيف حتة بسيطة كده، يعني قالها دكتور ياسر رفعت معالي الوزير على إن مش لازم كل تقنية تكون تقنية عالية. أنا عايزة أقولك إن إحنا كنا عاملين لسه قافلة في سيوة، وخدنا معانا ناس من المركز القومي للبحوث والبحوث الزراعية ومعهد القومي للأورام وخلافه والجامعة البريطانية وغيره، كان بتقنيات بسيطة جدا رحنا من ضمن الفعاليات ازاي ان احنا نتعرف على يعني راحوا على 350 فدان خدوا منهم عينات علشان السوس النخيل اللي بيأذي صناعة النخيل في سيوة، ودي من أهم الصناعات هناك، والنيماتودة وإزاي يقوموها، يعني حاجات بسيطة جدا ممكن إنها تتعمل تفيد، مش لازم أنا التقنية تكون كبيرة. طب دكتورة نادية، يعني عشان نكون على أرض الواقع أكتر، يعني الباحث أيا كان لما بيتقدم لوزارة البحث العلمي بيلقى الاهتمام المفروض، ولا زي ما بنعتاد البيروقراطية في التعاملات وما إلى ذلك بتكون عائق ليه فممكن ييأس وما يكملش مشروعه أو مشروع البحث بتاعه؟ لا، احنا بس نعرف ايه دور وزارة البحث العلمي الأول، ودور وزارة البحث العلمي انها هتدعمه لحد ما يخلص بحثه ولحد ما يعمل النموذج النصف صناعي. بعد كده في وصلة بقى مفقودة، لكن ابتدت دلوقتي ان الوصلة دي تكون موجودة، اللي هي ازاي اوصل هذا الباحث الى المستثمر. ده دور الباحث ودور المستثمر ودور ناس في النص قانونيين وناس في النص يعرفوا يعملوا دراسة جدوى ويعرفوا السوق عايز ايه. فهي وزارة البحث العلمي مش هتنتج الابحاث، لكنها بتساعده على انه يعمل بحثه ويطلع بيه لحد ما يوصل إلى النموذج النصف الصناعي. نعم. يعني الحقيقة برضو هي دايرة بين كذا جهة علشان نقدر، وبعدين الثقافة كمان اللي هو أنا أقدر أخذ من البحث العلمي. يمكن الناس مش عارفة في حاجات كتير قوي بتتعمل وبتطبق وبتنفذ ويقولوا ده منتج كويس، لكن مش عارفين إن ناتج عن بحث علمي. في كمان مكاتب التايكو اللي هي تكنولوجي انوفيشن كوميرشاليزيشن اوفيس، دي وظيفتها انها بتوصل الباحثين الى رجال الاعمال والى رجال الصناعه، بحيث ان منتجات البحث العلمي تطلع الى النور. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي سابقا، شكرا جزيلا. هرجع مره ثانيه للدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي. دكتور ياسر، ماذا في خطه الوزاره في 2019 للنهوض بالبحث العلمي من افتتاح مراكز او جامعات وما الى ذلك؟ حقيقي كنت مستني السؤال ده. هو انا هتكلم عن نقطتين مهمين جدا. اولا هتكلم على التكنولوجيا البادره
اللي هو emerging technologies. احنا مش بس عنينا على التكنولوجيات اللي بتحل مشكلات موجودة في المجتمع بتاعنا، لا كمان عنينا على التكنولوجيات المتقدمة اللي علشان مصر يبقى لها مكان في المستقبل، لان احنا لو ما اشتغلناش عليها من دلوقتي هنيجي نلاقي نفسنا ملناش اي مكان اطلاقا في اي من هذه التكنولوجيات، وهنكون تابعين. احنا مش عايزين كده خالص. يعني عندنا مثلا انترنت الاشياء لابد ان احنا نتكلم فيها، عندنا الذكاء الصناعي لابد ان احنا نتكلم فيه، النانو تكنولوجي لسه كنا من شويه بنتكلم فيه، الزراعه الذكيه اجريكلتشر برضو نبص فيها، الامن اللي هو سايبر سيكيورتي لازم نتكلم فيه، السيارات الكهربيه. انا عايز اقول لحضرتك ان كل التكنولوجيز اللي بتكلم فيها في علماء في مصر قادرين على ان هم يوقفوا البلد على رجليها ويخلوها في وقت قصير. لما نبتدي ننفق كويس على التكنولوجيز دي هنكون في مصاف الدول المتقدمه في هذه التكنولوجيات، وده ضروري نشتغل عليه. فان شاء الله باذن الله يعني في دراسه. طيب حلو، حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، ضروري نشتغل عليه، فكره التمويل، تعزيز التمويل، مظبوط حضرتك؟ التمويل زي ما الدكتوره ناديه من شويه قالت، التمويل ما فيش اي مشكله، احنا عندنا جهتين كبار قوي بيقدموا تمويل للبحث العلمي، عندنا صندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه واكاديميه البحث العلمي بتقوم بدور تمويلي بالإضافة لنشر الثقافة العلمية اللي بتقوم فيه. واللي عايز أقوله إن إحنا بنمول من خلال مبادرات تمويل تنافسي، يعني بتنزل مبادرة في إطار خطة الدولة والناس كتير بتقدم وأفضل المقترحات البحثية هي اللي بتقوم. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم عليها في خطتنا إن شاء الله يعني يمكن قريب، وده في إطار برضو الحلقة بتاعت تمام، يكون في صندوق اسمه صندوق الوقف البحث. صندوق الوقف البحث. الوقف البحث. الصندوق ده هيتيح لكثير من الافراد، من الشركات، من الاشخاص، من الجهات انهم يعني يوفروا جزء وقف لاغراض محدده. احنا عايزين مثلا واحد عايز يحط، وعلى فكره ده معمول دي في كل دول العالم، في الولايات المتحده الامريكيه كثير من الجامعات بتلاقي بيلدينجز كامله معموله باسماء اشخاص متبرعين بيها لاجراء ابحاث معينه. فصندوق الوقف البحثي يمكن احنا حطينا المواد بتاعته عشان يصدر فيه قرار ان شاء الله في 2019 ده يكون موجود، ووزاره الاوقاف يعني ده هنا بقى يجي دور المجتمع المدني بقى، احنا كمواطنين ان احنا يكون لنا دور كبير قوي في هذا الصندوق، صح كده؟ طبعا، يعني اولا لما المجتمع المدني هيثق ان هيبقى فيه له مردود من البحث العلمي هيتبرع من غير ولا كلمه. يعني وهي دي النقطه يا فندم، يعني ليه الوزاره مش ماشيه بالتوازي معاها بفكره التوعيه باهميه البحث العلمي عشان اي مواطن طبيعي يبقى ماشي لو عنده فائض او اي ممكن يقدر ان هو يشارك او يتبرع، ليه ما يبقاش عنده الوعي باهميه البحث العلمي؟ ليه الوزاره ما تعملش حملات توعيه باهميه البحث العلمي تشرح للمواطن البسيط العادي ان هو ازاي هيستفيد من هذا البحث؟ مين قال يا فندم الوزارة ما بتعملش كده؟ احنا لسه كان عندنا معرض كبير جدا اسمه معرض القاهرة للابتكار. معرض القاهرة للابتكار كان فيه 600 عارض. 600 عارض، شوفي بقى عدد الزوار، اعتقد عدد الزوار فيه كان يزيد عن 20,000. نعم. انا عايز اقوله ان لا، الشعب المصري عنده وعي كبير جدا بقيمة البحث العلمي، ويمكن كمان الاهتمام في التعليم بدور البحث العلمي هيغير طريقة التفكير قوي طبعا تجاه البحث العلمي. يعني احنا من الاول لما نبتدي نهتم في السنوات الاولى للتعليم بالعلم وبالعلوم الاساسية، نعم، الفيزيكس والكيمستري
والتكنولوجيا وتوفير المعامل البحثيه والمراكز، كل ده اكيد هيوعي المجتمع بشكل عام بان يعني في حاجه اسمها بحث علمي بالظبط، واحنا بنحاول نساعدكم بهذا الموضوع بقدر الامكان. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما شفنا مشاهدينا يعني الموضوع يعني الدوله واخداه باهتمام كبير جدا، هناك تركيز من الدوله في اعطاء اولويه واهتمام بالبحث العلمي زي ما بنقول على مدار حلقتنا، ولسه هنكمل مع حضراتكم اهميتها اللي بتنعكس بشكل مباشر على حياتنا اليوميه. خلونا نروح نشوف كمان اراء حضراتكم في الشارع عن اهميه البحث العلمي وازاي نستفيد في مناحي حياتنا، ونرجع مع حضراتكم نكمل نقاشنا. المفروض نستفاد من الشباب والناس الصغيره اللي هي بتعمل حاجات صغيره بسيطه ديك، ممكن مع الوقت بتكبر، بس عايزه تدعيم. يعني احنا مثلا من حكومه او من قطاع خاص او من رجال الاعمال اللي هم البيزنس تقال يجوا يتبنوا الحاجات ديك هتظهر. يعني سياده الرئيس ان شاء الله كده يهتم بالبحث العلمي في المرحله اللي جايه ويهتم بالاطفال. عندنا اساتذه، عندنا ناس عقليه فذة نجحوا بره وللاسف هنا عايزين بس مجرد اهتمام. ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه، بس هم يحطوا عينيهم على الشباب اللي هم عندهم اختراعات كويسه، لان دي حاجه كويسه تفيد شعب كامل. يعني ده كان جزء من آراء حضراتكم في الشارع المصري. خلينا نروح مرة تانية لزميلة حنان عاطف عشان نشوف جزء آخر من آراء حضراتكم على صفحة البرنامج. إليك مرة أخرى حنان. نعم ميرفت، يعني مشاهدينا الكرام تعليقات حضراتكم ما زالت ترد إلينا عبر همزة وصل إي جي. نروح على طول لعنصر نسائي ووجهة نظر أستاذة ناهد عبد الفتاح في سؤال حلقتنا النهاردة، بتقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة ناهد، إحنا محتاجين ننشئ مدينة على شكل زهرة لتمثل كل ورقة فيها فرع من العلوم لبحث آخر ما وصل إليه العلم وسبل تطبيقه في كل المجالات. لازم كمان محتاجين قاعدة من المعلومات الرقمية لمراكز الأبحاث في الداخل وفي الخارج والتواصل معها، ومحتاجين قاعدة من المعلومات الرقمية لكل الأبحاث اللي بتمس الواقع المصري ولم تنفذ في كل الكليات والمراكز البحثية. محتاجين كمان أننا ندخل التطبيق العملي للعلوم في كل المراحل بالمشاركة في تنفيذ مشروعات من الصغر، وإلزام وتمويل الجامعات بالمشاركة الفعلية علشان يكون في مشروع لكل دكتور على أرض الواقع ومع الطلبة في كل ترم، بداية من المشروعات الصغيرة وحتى المصانع الكاملة لتكون الجامعات ليها دور اقتصادي فعال. لا يجوز أن يتم تخريج أي باحث إلا بتقديم جديد بحل مشكلة مصنع ما أو إضافة اختراع جديد. كمان لازم نهتم بتخصيص حافز رمزي لمشاركة الطلبة في أي مشاريع إنتاجية، وتقديم قروض بدون فوائد لمن يقوم بمشروعات صغيرة من الطلبة. إشراك دكاترة الجامعات بإيجاد حلول للمشاكل اللي بتواجه القطاع الخاص والعام. منتدى للباحثين والدكاترة مع الطلبة والمسؤولين في كل مجال على حدة. طيب من آراء أستاذة ناهد نروح لرأي الأستاذ سيد يونس صقر، بيقول لنا كل معايير تقدم الأمم تقاس باهتمامها بالبحث العلمي. لو شفنا دلوقتي دول هنلاقيها في الصدارة، وده بإمكانيات هائلة للبحث العلمي. البحث العلمي ليس للوجاهة ولكن يجب أن يفيد المجتمع في كل مناحي الحياة. لابد للبحث العلمي أن يكرس لخدمة المجتمع كل جهوده وفي مجالات تمس الحياة اليومية للمواطنين، في مجالات الزراعة، الصحة، التعليم، الصناعة وغيرها من المجالات اللي بتهدف لرقي الحياة المعيشية علشان تأدي هدفها المنشود. طيب نروح لجابر خلف كمان بيشاركنا في سؤال حلقتنا، وبيقول لنا تحديد احتياجات المجتمع في المجالات المختلفة تكنولوجيا، صناعيا، زراعيا، في مجال الري، في مجال التجارة، في العلوم الإدارية، في علوم الاجتماع وعلوم النفس وغيرها كتير. البحث العلمي بيستوعب كل الأعمال الفنية واليدوية والميكانيكية. لو كان في مشكلة فده لازم يكون في دور مهم جدا للبحث العلمي ليتم وضع الحلول لهذه المشكلة. احنا بنشوف مئات الآلاف من الأبحاث في كل المجالات
بتحتاج لوضع قاعدة خاصة بالبيانات شاملة، ويكون في مراكز البحث العلمي في مصر مراكز رسمية وغير رسمية، لكن للأسف لا ينظر لتلك الأبحاث، فلازم نربط البحوث العلمية بالمؤسسات والوزارات والقطاع المدني علشان نستفيد منها ونطورها. يعني مشاهدينا، يمكن دي كانت آراء حضراتكم المستجدة على صفحتنا عبر همزة وصل إي جي. أعود من جديد الآن لزميلتي ميرفت لاستكمال النقاش مع المختصين. إليك من جديد. شكرا لك حنان، وطبعا شكرا لكل المشاركات اللي عكست وعي كبير جدا بأهمية البحث العلمي واستخداماته واستفادة منه أيضا في كل جوانب حياتنا زي ما ذكر أحد المشاركين على صفحتنا. خلونا سريعا أيضا نكمل حوارنا مع المختصين. هيكون معايا الدكتور إبراهيم الأخضر وهو مدرس الميكروبيولوجي. دكتور إبراهيم تحياتي لحضرتك. دكتور إبراهيم. يا فندم سامع حضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني كنت عايزة أعرف من حضرتك يعني الميكروبيولوجي استخداماتها في مصر، وإزاي البحث العلمي قدر إن هو يطور منها وينعكس هذا على استخداماتنا الحياتية. أولا مساء الخير عليك وعلى الشعب المصري، كل سنة وحضرتك والشعب المصري بخير. بالفرصة دي أنتهز إن أنا أقول لمصر ألف مبروك تنظيم كأس الأمم الأفريقية، وأتمنى دايما مصر دايما تبقى في الصدارة في جميع المجالات بإذن الله. حابب اتكلم اول حاجه عن الميه او المياه عموما في مصر، وده ازاي الميكروبيولوجي يقدر يحل مشكله زي مشكله الميه. البحث العلمي لازم يربط بين الواقع اللي الناس عايشه فيه او اللي احنا عايشين فيه والمشاكل اللي بتقابلنا، وازاي نوجد لها حلول وتكون حلول مناسبه وتكون حلول نقدر نطبقها على ارض الواقع علشان نقدر نستفيد من الحلول دي. نعم. لو اتكلمنا مثلا عن حصة مصر في المياه سنة 59 كانت حوالي 55.5 مليار متر مكعب، وكان عدد مصر وقتها 20 مليون. النهارده احنا بنتكلم في سكان مصر 3 مليون، يعني احتياجات الفرد او الكميه اللي كان الفرد هيستخدمها من المياه نزلت لحوالي 600 متر مكعب، وبالتالي احنا محتاجين نحافظ على المياه في الفتره دي او معدل الاستغلال بتاعنا للفرد وتشيل استخدام. نعم. طيب دي مشكله ظهرت بالنسبه لنا، ايه دور العلم فيها؟ يعني البحث العلمي بيشوف المشكله قبل ما تحصل ويبدا يرشدها ويبدا يحللها. الدور ده البحث العلمي لازم يكون طالع من المؤسسات العلميه دي في الجامعات المصريه، والحمد لله موجوده وموجوده بقوه كمان في السحم، بلس ان هي تكون او المعاهد مربوطه بحل المشاكل اللي بتقابل الدوله. فلازم نربط بين البحث العلمي او الاماكن التحتيه في مصر والمشكلات اللي بتقابلنا، سواء كان بقى الراي او الوزارات او وزاره الزراعه، يبقى كل مشكله يكون ليها حل منوط بالوزاره دي، ان هي يكون عندها قوه وعندها يعني مجال بحثي تقدر تحل لنا المشكله دي او المشكله اللي ممكن تقابل. لو احنا بنتكلم على دور مثلا الوزاره او الزراعه او الري في حل ازاي ان احنا نحول الميه اللي احنا استخدمناها او ريسايكلينج تاني عن طريق تنقيتها، او ان احنا بنرشد من استخدامها، او ان احنا نحافظ على الميه ونحاول نطور في طرق ان احنا نوصل لكميه ميه عاليه جدا من الميه اللي احنا استخدمناها قبل كده. الميكروبيولوجي معروف ان هو من اهم العلوم اللي ليها دور كبير جدا والفريده في عمليه الريسايكلينج بتاعه الميه. احنا بنستخدم الميكروبات اللي بتتاثر على عناصر الارض. نعم. وتبدا تكسر الحاجات اللي مش ممكن تكسرها زي نعم. الميكروبيولوجي من زمان وهو ليه دور في الحته دي. مع تطور بين الميكروبيولوجي والنانو تكنولوجي وبدا يدخل في استخدام المواد في صوره النانو ماتيريال اللي احنا من مواد الميه. او اللي موجود ده ربط بين البحث واحتياجات الواقع اللي احنا عايشينه. بتطور من نفسها كل ما بيبقى في مشكله ان احنا نبدا الدراسه في الحته دي علشان نتخلص. نعم. الميه طبعا في كل الوسائل هي يعني عليها دور كبير في حياتنا، وبالتالي محتاجين ان احنا ناخدها او الانسان يقدر يشتغل او الكميه اللي هو محتاجها في صوره نقيه جدا. نعم هستاذنك تبقى معايا دكتور ابراهيم ومعانا الدكتور محمد عبد الفتاح.
طيب فقدنا الاتصال بالدكتور محمد. هرجع حيك تاني دكتور إبراهيم. دكتور يعني حيك طبعا شرحت لنا عن استخدامات الميكروبيولوجي في المية وتنقية المياه وما إلى ذلك. عايز أعرف من حيك دايما عندنا فكرة الفجوة ما بين إن إحنا نعمل بحث علمي موجود ولكن إنه يتم تطبيقه على أرض الواقع في فجوة كبيرة ما بينها. يمكن بنشوف باحثين كتير بيتكلموا إن في أبحاث ومعمولة وكل حاجة ولكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع. إمتى هنشوف هذه الفجوة بتقل أو بتنتهي تماما؟ موجودة رابطة بين الوزارات وبعضها والباحثين هيبقى عندنا حل للمشكلة دي. الفجوة ناتجة إن قاعدة البيانات مش موجودة. بتلاقي باحث في كفر الشيخ شغال على حاجة وفي اسكندرية شغال على نفس الموضوع وممكن يوصلوا نفس النتيجة هي الاثنين والبحث ما بيتطبقش، يبقى احنا ما عملناش حاجة. يبقى لازم كل وزارة عندها قاعدة بيانات وعندها رؤية للمستقبلية ايه اللي ممكن يواجهنا وتحط خطة او بلان لمدة 10 15 20 سنة وتقول ان احنا هيبقى عندنا مشكلة في الحتة دي يكون الحل بعد قبل 5 سنين يكون الحل موجود. فقاعدة البيانات دي تكون موجودة نعم. انا بخش بحث انا عمول في معاك تعملهوش، مش انا بقى شغال في جامعه اسكندريه على نفس النقطه اللي شغال عليها حد وممكن تحصل نفس النتائج وبعدين ما بينطبقش الكلام ده. الابلكيشن انا مش موجود. نعم. طب حضرتك سؤالي الاخير لحضرتك، حضرتك شايف ان المخصص للبحث العلمي مرضي الى حد كبير او يرضي طموحات رؤيتنا في البحث العلمي في خاصه طيب. في خطه مصر المستدامه 2030؟ نعم. ان اي بلان هتتحط يكون فيها مشارك فيها ناس بطلب بمشاركة الشباب في الموضوع من الباحثين. اثنين، الباحث مش هيشتغل ألون، مش هينزل طبعًا. لوحده طبعا مشكلة الباحث لازم يكون دكتور. نعم، بشكرك دكتور إبراهيم الأخضر مدرس الميكروبيولوجي، شكرا جزيلا لحضرتك وبنعتذر للصوت. وزي ما شفنا مشاهدينا يعني فكرة البحث العلمي والاهتمام به في مصر الموضوع ما أصبحش رفاهية كما كان ينظر لي سابقا، لا الموضوع أصبح أمر ضروري لأنه أصبح بيدخل في كل جانب في جوانب حياتنا. إحنا كمواطنين لازم يكون عندنا الوعي بأهمية البحث العلمي وإن إحنا إزاي ممكن نشارك بأي طريقة سواء مشاركة مادية أو حتى إن إحنا نطلع جيل عنده وعي كبير قوي بالبحث العلمي ونشجع الباحثين في مصر ونوفر لهم كل الإمكانيات. وإن شاء الله نتمنى كل التقدم لمصر في مجال البحث العلمي. بشكر حضراتكم بالطبع لمتابعة هذه الحلقة من همزة وصل، وغدا بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.